مساكم الله بالخير. أمس كان في لخبطة بسناب وماني لايم اللخبطة أو حط لوم على سناب. أنا بعد يمكن خلطت أو ما وضحت النقطة اللي أبيها أو خلطت بين نقطتين. النقطة الأولى وراح أوضح الحين نقطتين ثنتينهم. النقطة الأولى التبرع للميت، أنك أنت تصدق على الميت. والنقطة الثانية اللي هي الأهم واللي صار فيها اللغط واللي هي كانت محور كلامي وبدليل العنوان اللي حطيته، هي طلب المساعدة من الناس للميت. يعني أنك تجمع أنت لميتك وناس قالت تفتي بغير علم، ترى أنا أي مسألة شرعية ما أتكلم فيها إلا ما أخذ أو سامع رأي الشرع. هل نسمع رأي أهل العلم بالمسألة هذه، أنك تدعو إلى جمع تبرعات للميت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا السؤال نلقيه على فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو أن بعض العوائل إذا توفي عندهم الشخص قاموا بإرسال رسائل يطلبون التبرع له بمبلغ مال يجعل له وقف ببناء مسجد أو حفر أبار، وربما يحددون المبلغ بكذا وأحيانا لا يحددونه، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله تعالى؟ هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. هذا العمل مبتدع ولا يجوز، ربما يحرج المسؤول فيجيب على ما سألوا وهو غير راض بذلك، لكنه ينجبر على الموافقة، فلا يجوز هذا العمل، والله أعلم. الله يسلمك. هذا رأي الشرع، سمعتوه اللي أمس يقولون عطنا رأي الشرع، هذا رأي الشرع، رأي الشرع أنه بدعة. ليش بدعة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت فيكم شيء يقربكم إلى الله ويدخلكم الجنة إلا وأمرتكم به. هذا الأمر ما أمرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ومات الكثير من الصحابة، ومات عم النبي عليه الصلاة والسلام حمزة، وما جمع الرسول من الناس قال تعالوا خلنا نسوي له مشروع، ولا قام يعني الصحابة بنفس هذا الفعل، ومات يعني كبار الصحابة ما حد قام وقال والله خلنا يجمع. يعني ما يجوز نسوي عمل خير للميت. هذا الأمر الآخر راح أنقل لكم أيضا رأي الشرع، بس خلنا نخلص من الموضوع. الموضوع الأول ظاهرة الشحدة للميت، هذه اللي أنا قاعد أتكلم عنها، قلنا بدعة. والواقع شنو؟ قلت لكم أن الجمعيات أصلا عندها مشاريع جاهزة، والجمعيات أصلا ما قامت بهذه المشاريع بنية فلان، ينطرون أحد يتوفى وفي استغلال للعواطف والناس من دفعه وأهله شادين حيلهم ويبون الخير، فيعتقدون أن هذا الأمر فيه خير ويأخذون رابطهم وينشرونه، هم يجمعون وهم يقومون بالمقام بمقام اللي المفترض تقوم فيه هذه الجمعية. مثل ما قلت لكم جمعية ما أخذت رقيص أصلا وعندها أكثر من مشروع، عندها مشروع ب500 ب1000 ب10000 ب100000 اللي تبي على كثر ما تبي، تي تختار وتسوي. فهذا الأمر اللي قلنا الشحذة هذه شكلها شحذة وهي بدعة، وهذا رأي الشرع سمعناه. والواقع أيضا أنه في أعمال تجارية دخلت على الخط، في مصانع مياه قاموا يعطيك الرابط وانت تروح، هو أصلا قصد هو مشروع تجاري أصلا، مصنع مياه أو أيا كان، فهو مشروع تجاري قصد الربح، يعني تبي الربح بالطريقة هذه يعطيك رابط ربح بالطريقة، تبي تشتري حق بيتكم يعطيك تشتري حق بيتكم اللي تبي. هذا غير الكتيبات اللي عنده مكتبة أو دار نشر، تبي للميت تبي توزع بالهذا، هو قصده أصلا يطبع ويبيع، تبي بأي نية تبي هو يمشي معاك الأمور، يعني الدين ما يتم بالطريقة هذه. هذا الشق الأول اللي هو قلنا شنو الجمع التبرعات أو الشحذة، أنا أسميها الشحذة وهي شحذة للميت. الشق الآخر يعني ما يجوز أنا أتبرع الميت، أنت يجوز تبرع بروحك الميت، هذه ما حد يقدر يمنعك عنها، لكن الأفضل الدعاء للميت. وسمعوا هذا مو رأيي ولا أنا حدد الأفضلية، هذا الحين شنو قلنا، إذا أنت تبي تبرع الميت، ترى الواقع صار شنو،
صار ان الناس يعني قبل تقسيم الورث، الورث ما شاء الله فيه خير وايد، مو يبني مسجد، يبني يمكن مدن، لكن يخلون الورث لهم ويون يمعون من الناس مبالغ للميت. فهو أصلاً هم عندهم تركة تكفي، مو مسجد، تكفي مساجد، خلوا التركة بعدين يقسمونها يأخذونها لهم ويبون يبنون شيء للميت من كيسك أنت ومن كيس هذا ومن كيس المحبين. هذا الأمر اللي تكلمنا عنه. الشق الآخر، سمعوا رأي بن عثيمين في أفضلية التبرع الميت إذا أنت تتبرع، مو تجمع تبرعات من الناس للميت. قلنا هذا الشق الأول، خلصنا هذا الشق. يقول السائل ميم عين سين: ما هي أحسن الصدقات للميت وكيف تصل له؟ أقول إن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت دون أن يتصدق عليه. يعني لو جاءنا السائل يقول: هل الأفضل أن أدعو لأبي بالمغفرة والرحمة أو أن أتصدق له بألف ريال؟ قلنا الأفضل أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. ولكن إذا أراد الإنسان أن يتصدق عن الميت فلا يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعد بن عبادة حينما تصدق عن أمه بمخرافه، أي ببستانه. لكننا لا نأمر الإنسان بهذا، أي لا نقول تصدق عن والديك، ولا صلي لهما ركعتين، ولا صم لهما يوما، ولا حج عنهما، ولا اعتمر عنهما، لا نأمره، ولكن لو فعل لا ننهاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وهو أعلم بشريعة الله من غيره، وأنصح الخلق للخلق، أرشدنا إلى أن ندعو للميت لا أن نعمل له عملا صالحا. نعم. شيخ محمد حفظكم الله، لماذا ينصرف الناس عن الدعاء ويهتمون مثلا بالصدقات والحج؟ السبب أولا الجهل، لأنهم لا يعلمون بهذا الحديث الذي ذكرت ولا ينبهون له. ثانا العاطفة، يظنون إن أننا إذا تصدقنا عن الميت فكأنما هو نفسه تصدق، مع أنه قد يكون في حال حياته بخيلا لا يتصدق أبدا. فمن أجل هذا صار الناس فيهم عاطفة على أمواتهم يعملون لهم. نعم. وهذا رأي الشرع بالمسألة الثانية، مسألة الأفضلية، أن الأفضل الدعاء الميت أفضل حتى من الصدقة الميت. وارجع مرة ثانية على المسألة الأولى وأقول أن الناس قاعدة تشحذ للميت بشكل يعني الشحذة مذمومة في الشرع، واليد العليا خير من اليد السفلى، ومع الكثير من الأدلة، إلا أن الناس يعني استمرأت هذا الأمر وتعودت عليه واعتقدت أن الشيء اللي متعودين عليه هو من الدين، والشيء العادة شيء والدين شيء ثاني. وعيد مرة ثانية وأقول لو كان هذا خير كان سبقونا إليه الصحابة، ما في أحد من الصحابة قام بذلك، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بالخير. ولو كان فيه خير أو كان أخير كان سبقونا فيه الصحابة وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام وكان حثنا عليه.